أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه على الصعيد العالمي تم الإبلاغ عن ما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 2500 حالة وفاة. يأتي ذلك خلال شهر بزيادة قدرها 80% في معدل الإصابات. وأوضحت المنظمة أن إقليم غرب المحيط الهادئ أبلغ عن زيادة في حالات الإصابة وانخفاضا في معدل الوفيات. هذا وقد ظهرت طفرة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة في 31 يوليو الماضي، أطلق عليها اسم إيريس وتم تصنيفه على أنه متغير.